أخت نزيهة، سادة المشاهدين، دعوني أصف لكم حدث مأساوي وقع فقط في هذا الأسبوع بإحدى ولايات الوطن عندنا. والله قصة أنا كي نسمعها وكي قريتها والله شيء مؤسف جدا. عندنا سيدة عندها تأخر في الإنجاب حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات تسنى في المولود، ويعني ما فتحش عليها كما نقول بالدرجة. قبل أشهر كشف الطبيب أنها حامل وبتوأمين، هذا بشرى خير، ولكن للأسف لأن السلوكات المتهورة لبعض الشباب قاموا بتفجير أحد المفرقعات الخطيرة بالقرب من المنزل وشرفة البيت، وتعرضت لألم شديدة وأجهضت بفعل هذا السلوك الغير إنساني والغير حضاري، وفقدت الجنين تاعها، وكان الحمل مرتبط بتوأمين. تخيلي الآثار، من القاتل الفعلي؟ أكيد أنه هؤلاء الشباب اللي قاموا بهذا النوع من الممارسات.